رجعنا لكم من جديد وطابش مستقبلوا ضيفنا من مجال الراب قاعد ينشط سنين الأخرى بالقداء آخر تعامل ليه مع سامارا تيتر كان ناجح بالقداش نحكيو عليه وفي أكثر مواضيع مع ضيفنا الرابر جوج ما أهلا وسهلا مع السلامة لديس ما شاء الله جوي الباهي على الأخر ميرسي بوغ لانفيتاسيون يعطيك الصحة مرحبا لغة الرابرات كيف تحس عندكم لغه خاصه هي بيد هي بيد نسمعوها في الشارع معناها هذيك هي فما هكا كلام نسمعه ونعرفوا اللي هو راب بالله ما تحسش هكا ما نجيبوا في كلام من برا نحن من ريوسنا معناها من دخلتك ظهر رابر اي مبين 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 رابر وهرت الرابر اول مره في حوار يعني مطول بالضبط هذا هو وعادة الرابرات ما يحبوش يحضروا في الحوارات وإلا مش ما حتى كان يحبوا يقولوا إنه اليوتيوب يمكن السوشيال ميديا تكفيهم يعني هي مع هذا ولا هي كل واحد معناها ورأيه الشخصي فهمت ما قدام عندك حاجة أنت تجم معناها كان عندك حاجة شتو بروموتيه تيتر جديد باش تحكي عليه زاد الفونات عندهم عليك حق معناها باش يسمعوك باش يعرفوا جديدك باش يعرفوا انت فاش قاعد تعمل تو معناها في الاعلام بيان سور بيان سور انت قلت انك بديت من 2018 تقريبا حتى لتو راضي على اللي عملته الحمد لله اللي عملته بذراعي اللي عملته وحدي اللي عملته تعبت عليه على الاخر وباز معناها ما عنديش ليميت معناها مش لهني وصلت فهمت مازلت فما برشا خدمة تستنى الحلمة الكبيرة مازلت؟ مازلت بيان سور ما عملنا شيء عملنا كان يمكن أقل حتى من 20% من المطلوب فهمت؟ كنت تتصور أنه في الوقت هذه في المرحلة هذه توصل أكثر من هكا؟ بالوقت كل شيء بالوقت يجي معناه كل شيء بالوقت وبالخدمة وتمن بروحك والمفيد اللي أنت عندك أوبجيكتيف تعرف وين ماشي تعرف مين تحب توصل في الفنانين فما الصفوف الرابرات صفوف فانا صف انت اليوم جوج ما غالطه الفوز هذا شنو معناها صفوف ما فهمتش معناها الصفوف يقال انا صف اول صف ثاني بيان سور ما اسمعني انا خارج على المقارنه برجوم خاطر ريت كيش نقارن خارج على المقارنه خارج على المقارنه واش نقول لك عليه السبب الوحيد على خاطر كيش نقارن روحي انا بارتيست اخر ولا باكس ولا بجريك راني باش نظلم روحي فهمت اما نقارن روحي نتاع مناول بروحي نتاع السنة فهمت دونك الكومباريزون عملها بيني انا مثلا شو عملت قبل 2023 كيف كنت و2024 شنو كنت غاديك وقتها انت باش تخدم على روحك وغاديك تعرف شنو النقائص نتاعك شنو الحاجات اللي باه باش تبني عليهم دونك نراك تقارن روحك بروحك هذه دبلوماسيه ليه بالعكس تعرف روحك ماكش صف بالعكس ليه عليه مش ولا صف ولا قلت لي انا صف اول انت سهل اي واحد تجيبه تيقول لك انا واش نورمال وانا صف اول ماهيش كليه من الحكايه فهمت اللسان ما فيه كان اللسان ما فيهوش عظم كما يقولوا فيها فهمت انا نعرف قدراتي شنو نعرف موهبتي شنو كنت تعتبره رقم واحد تو في الراب طب ساديبو فيش بالضبط نوامر مثلا الانجح سماره سني سماره خاطر عندك ما عمل خدمت انا وياها ماليه بار العمل هذاك حد لا يجم ينكر تو في تونس معناها اللي سماره نمبر واحد في تونس معناها السنين الاخر بيان سور بيان سور فات بلت فما اسامي اخرين فاتوا بلتي بور لو مومون سماره معناها سماره تغريك مسيره سماره ولا بلتي اكثر اغزل ما مهمش نفسي فوق كل واحد معناها بلتي هذاك علاش قلت لك انا قارنت قلت لك انا بالنسبه انت الاقرب لك الموسيقى من لي فونداتور نتاع الموسيقى واللي خليت العباد تو تسمع راب سي غراس بلتي ولاد بليد والقدم الكل معناها باش ما ننساش لي سيم وتوا معناها سماره هو اللي ميخور ريليف ونمر واحد في تونس تقول نوامر نحكي ديما نقول لك نوامر معناها خاطر تنجم تقيسها كان بنوامر الحكايه فهمت النجاح. اما بعد اذواق فهمت هذاك يعجبو اكس يعجبو جربت دي ستيل انت تقول لكن تعمل في الراب صحيح عندك موقف ضد انواع اخرى خارج الراب كان جي عندي موقف انا راني ما خدمت ستيلات اخرين معناها انا على باز رابور فهمت مال علاش خدمت ستيلات اخرين
خاطر انا نرتاح ستيلوي يرتاح وانا نعمل في فاز هذيك ديزون لومبخانت نتاعي هذيك فهمت. اما ليه مانيش كونتر ونعرف نعملهم الحاجات الاخرين الكل. سيربون مثلا يقول لك بدلت ستيلي الفني باش ندخل اكثر فلوس. ما يسموش بدلت، فما ايفوليسيون تنجم تخدم دي ستيل اخرين. اما شنو هي الباز نتاعك؟ انا الباز نتاعي نقعد رابور معناها. هو حر في كلامه يعني. أنا يعني قلت لك كل واحد وقناعاته راهو ميسه فهمت. ما تجيش قناعة واحد لازم تحطها على الناس الكل. كل واحد وقناعته، كل واحد وين يرتاح، كل واحد يرقد على الجنب اللي يريحه معنا. راضي على الأرقام اللي تعمل فيها؟ سافا الحمد لله. دي ودي با كيما الناس الكل معنا. نطمحوا ديما لما خير، أما أي نستحقوا ما خير ونستحقوا ما أكثر معنا. ما يوفيش فيت مع سمارة حقق نسب مشاهدة واستماع قوية. ناجح إلى حد الآن. الأرقام تعني فلوس أوتوماتيكمون. أنت اليوم تصرف من الموسيقى؟ نصرف من الموسيقى بالضبط. ومن العمل هذا؟ دي بلاتفورم معناها 99 بلاتفورم معناها لي شوكيس، عندنا برشا حاجات معناها من غير ما ندخل لك في الديتايات. أما هي الموسيقى في تونس تعيش، تنجم تصرف منها، تصرف على موزيكتك وتصرف على روحك. نحكي عليك انت في وضعيتك انت. في وضعيتي انا الحمد لله الحمد لله سافا. الحمد لله. لا برشا لا شوي. باهي ماذا بحكينا على جديدك مع سمارة. خلينا نسمعوا. نسمعوا ما يوفيش. مالك ما يوفيش.
كيفاش غنية مزيانة ياسر، بالتوفيق إن شاء الله تزيد طعم سكسي أكثر وأكثر من هكا. باش نمشي معاك توا تصفيت الفقرة صحيح ولا غلط. به عندك الكارتون بجاوبني بصحيح ولا غلط. صحيح ولا غلط، جوج ما قبل الراب كان يكتب قصص قصيرة. صحيح، من غاديك هي بديت الحكاية، كنت نكتب خواطر اللي راه في الشارع اللي نحس، وما كانش عندي الصاحب القريب اللي كنت نحكي له، دونك ديما نلتجئ الورقه وستيلو، ديما نفرخ قلبي معناها لك الورقه وستيلو. يا بخي ما معناها تغرمت بالموزيكا كل شيء، دونك جيت مثقف. مثقف مثقف مثقف. صحيح ولا غلط، عائلتك كانوا ضد الراب، يشوفوا الرابوريت ولا الراب فيه فساد وكلام زايد؟ اي باس. صحيح 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 على الحكايه. دونك تعبوك العائل؟ ما تعبونيش، اما من الاول فمك اللي علاش وليه وخايفين منه كدومين، هو معناه فهمت، خاطر ما عندهمش فكره عليه. من بعد معناه كي يروني انا كبشت في حلمتي، وكي يروني انا مامن بروحي، وكي يروني نقدم فرحانين على الاخر معناه. وهما تو من اول فانيات معناه فهمت، اكثر عبيد تدز معايا واكثر عبيد فرحانه بيا الفازه هذيا. وبالمناسبه نحب نوجه لهم تحيه، امي وبابا واخواتي على كل شيء. والدك صور معك واحد من كليباتك؟ اي بابا. أي؟ صور معايا. انت اثرت عليه والله، ديما معايا بابا في التورناجيات، يمشي معايا حتى نطلع للاستوديو يمشي معايا كديكو تغرم زيد هو بالفازه هذيك. به صحيح ولا غلط، جوج معامل جيني سيفيل ومتخرج كمهندس؟ غلط. جيني اندستريال. جيني اندستريال. جيني اندستريال. أيوة. عامل ونعمل في الـ في الـ في البي اف يو ان شاء الله، نكمل البي اف يو ونهندسوا. معناها لتو مازلت ما كملتش؟ بيان سور ما كملتش البي اف. تخي بيان. بحكم يعني القرايه ضيعتك شويه؟ ما ضيعتني شويه، بالعكس معناها نحاول نوفق يعني ما بين قرايه وخدمه، وماك تعرف ماهي ساهله لك الدرجه. حتى الموزيكا لازمها برشا وقت، حتى القرايه لازمها برشا وقت، دونك راني قاعد نعمل في الماكس باش نوفق بيناتهم الزوز. به صحيح ولا غلط، في وقت من الاوقات خدمت في سونتر دابيل؟ صحيح. صحيح. تقرا وتخدم؟ ليه نقرا ونخدم والراب، خاطر جيو ظروف معناها ما استحقيت معناها اللي انا باش نخدم، ومشيت خدمت معناها ما فيش عيب. انا ما مستانستش معناها نمشي للدار يعطيوني فلوس ولا فهمت، انا نتصرف وحدي، نمشي نخدم نجيب. كيفاش انت مازلت تحت ذمه عائلتك؟ هما يصرفوا عليك؟ ليه انا نصرف على عائلتي ونتشرف بالحاجه هذيا، كسوا بالموزيكا كسوا نمشي نخدم في سونتر دابيل. خدمت حتى في كوشة، انا خدمت حتى المرمى خدمت معناها فهمت، جوست ما نقفش نتحرك ننتج فهمت. انا وصلت بالرسمي نخدم في كوشة باش نلم حق كليب نمشي نصوره مثلا فهمت. وجيت راني قلت لك جيو برشا عوامل وظروف ما ربعتش فيهم يدايا، معناها مشيت خدمت في سونتر دابيل، نوجه لهم تحيه معناها تي سي سي كامله. وكهو معناها عشت الفقر؟ فقر ليه ما نحبش نقول انا كلمه فقر، اما كيما ما نعرفش معظم اكثريه التوانسه معناها فوق ولوطه معناها الحمد لله يا رب. الاغلبيه الفوق ولا لوطه؟ متوسط 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 معناها الحمد لله. الحمد لله حتى صحن عجب نشبعوا بيه نحن فهمت، جاونا بيه. بطلت الخدمة بعد ما وليت تدخل فلوس من ليه؟ والله ليه ندخل في فلوس من قبل حتى ما نخدم انا في السونتر دابيل، سوف كو جيو شوية عوامل وظروف قلت لك انا خليتني معناها نبعد شوية على الموزيكا، واستحقيت معناها انا شوية فلوس دونك مشيت خدمت ما يقلقنيش يعني. صحيح ولا غلط، دفعت فلوس للسمارة باش غنيت معاه؟ غلط. غلط غلط، انا عمرني بالعمر ما دفعت فلوس لحتى فيتورينج معناها الحق نتاع ربي. وسمارة راهو صاحبي وخويا معناها فهمت، وقعدنا وسمعنا موزيكا وتحطينا في استوديو وصبينا المورس وشيخنا عليه وهبطني. معناها تجمعك صديقة قديمة بيه؟ اي صحاب انا وياه صحاب بالرسمي. من بدايته؟ مش من بدايته بالرسمي كتجمعني بيه علاقه بيه. اكيد يعني هو تجمع علاقه برشا رابوريت، علاش اختارك انت من دونهم هما الكل؟ والله السؤال هذا سالوه لسمار تجاوبك عليه هو. لا انت اكيد تعرف اذا هو صاحب. هو كلمني وقت على البرودكسيون، حلوا سا برود البرودكسيون نتاعو، كلمني حكينا في البروجي، قال لي راك نحبك معايا وكل شيء، قلت له يا فيك بليزير معناها
فهمت؟ ما خممتش خاطر هو معناه الاقتراح جاي منه هو. بيان سور هو حابني نكون موجود في لوسابروت وفير معناه اللي انا معاه وان شاء الله نكون قد الثقه اللي عطاه لي. فما عمل اخر معاه ان شاء الله ان شاء الله متفاهمين معناه على الاعمال ان شاء الله بشوي بشوي تجيك المعلومات تحب تاخذهم الكل تو انت في الحصه في الحصه الجايه استدعاني نحب تو اعطيني سكوبات سكوبات ان شاء الله هاني المفاهمه مع سامي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله فما مفاهمه على اعمال اخرى ان شاء الله كان ربي يسهل تهبط في شين شكون؟ التيتر هذا يهبط في شيني التيتر الجايه يهبط في شين لوساب رود اللي هي في شينو معنا انت يساعدك في شين شكون؟ انا الحقيقه في اي شيء من غير من غير تردد من غير تردد لا شيء المفيد نعمل موزيكا باهيه موزيكا ما تسمع موزيكا معناها تحبها العبيد اي تسمع إيكا. في شين شكون؟ ما ماهيش فلوس الحقيقه ريت ما يسقدكش ماديه انت في الحكايه انا ماديه انت خطيك اقسم بالله لي فلوس والله لي فلوس مش مادي حتى طرف والله لي والله لي ماهيش فلوس راهي فما برشا حاجات معناها فهمت ابري تو تمشي الموزيكا ماهيش فلوس انت وين يساعدك تهبط تمشي الموزيكا تقعد معرفتك برجل كنوس فهمت تقعد عرفت عبد به وتقعد العشره وتقعد هذيك بيناتكم شكون ياخذ القرار وين تهبط مع بعضنا مع بعضنا ناخذوا القرار مع بعضنا الحقيقه معناها نقعد ونحكي ونتحدثوا انت ما تناقش برشا اللي لاحظت نناقش عليه ما ناقش هو يعني نتناقش وما فماش راهي لازم ديما تصير الكوميونيكاسيون لازمنا نحكيو فهمت به صح ولا غلط كنت مبرمج في حفله في بنزرت مع سانفارا وبعد اسمك تنحى وطلعوا اسامي اخرى لازم نجاوب عليها ده بيان سور لازم صحيح هي الحفله كانت عاملتها السيابيه هيئه تحبيق السيابيه باش يمشيوا المدخول معناها النادي الرياضي البنزرتي هبطت فيش نتاعي انا معناها هبطت لافيش وانا كنت موجود فيها الحفله هذيك شكون نحاك؟ واحد اثنين ثلاثه ما تنحيت سانفارا؟ ليه ما نظنش ليه ما عندوش علاقه نتصور انا بالحكايه ما بصور شنو صار وقتها شنو ما صارش انا تنحيت ما حبيت زاد نسال انا علاش وكيفاش وعلاش خاطر ما نتصورش ما سالتش ولا ليه ما يهمنيش معناها انا كنت باش نعمل حاجه هذيا خاطر الجمعيه اللي نحبها خاطر جمعيه الام السيابيه معناها وما عندي عليها حتى مزيه فهمت قالوا لي المداخيل السيابيه ما حكيتش معهم حتى فلوس وحتى شيء معناها فهمت علاقتك بسانفاري الحقيقة ما نحكيوش حكينا قبال معناها أول ما بديت نغني معناها كلمني قال لي يعطيك الصحة في اللي تعمل فيه وكل شيء من بعد ما نحكيوش ما تحكيوش يعني فما خلاف ما فماش خلاف علي ما نحكيوش معناها فما خلاف جوست ما 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 احنا نعرفوش كيف علاقة بين سمارة وسانفارا ربما خاطر يعرفك أنت يعرفك أنت من المجموعة اللي مع سمارة والله دونك يكون هو اللي نحاك ماهيش هكاك معناها أنا مثلا انا متعارك مع اكس وما يسمى متعارك قاعده نحلل انا باش نعرف شكون معناها انت متعاركه مع فلان وانا فلان صاحبي فهمت فما عادش يحكي معايا على خاطر ما يحكيش معاك ما تجيش كل واحد كيفاش يخمم امور كل واحد كيفاش يخمم ما نحكي لك في اللوجيك ونحكي لك في الصحيح معناها اللي لازم يصير فهمت دبلوماسي اللي مانيش دبلوماسي بالعكس صحيح ولا غلط كانت عندك مشاكل نفسية وزرت طبيب نفسي منين جيبوا فيهم المعلومات صحيح صحيح اي باز انا دي ما نعرفش انا مع اي انسان يمشي يتفقد روحه معناه تو انت زرستك توجع قلبك يوجع كذا يوجع حتى ما حتى نفسيتك معناها محتاجه معناها فهمت باش تمشي انت البسيط وقتها نسيتك علاش متدهوره والله مش حكيت متدهوره مشيت فقدت روحي كي ايها الخلق الناس الكل لازم تمشي تفقد رويحها معناها لازم الكل تمشي تشوف رويحها معناها فهمت اي اما وقتها كنت متقلق بدنك لاباس مخك لاباس اي باز يصيروا لك انت معناها برشا حاجات اي شنو اللي مقلقك وقتها؟ ألف حكاية وحكاية معناها مانيش عائلية ولا مهنية لا عائلية لا شيء معناها شخصية تكثر عليك الحكايات ليه كي نحبوا نحن ما ندبرموش آه ما ندبرموش على الحب نحن جوست مالا ندبرمو على شنو؟ هاني قلت لك أنا كي تكثر معناها بالرسمي تكثر عليك العراقيل وتكثر عليك المشاكل ويكثر عليك الضغط وتلقى روحك أنت محروم من النوم ومع شوية خدمة ومع كذا وكذا ما تلقاش وقت لروحك معناها فهمت دونك لازمك تتفقد روحك تشوف روحك معناها مازلت اليوم تعاني من مرض نفسي؟ ليه الحمد لله الحمد لله
معناك مشيت للطبيب تفرهد. مش مشيت لي مشيت للطبيب راه مش باش ناخذ بيا ولا اش نقول له انا مشيت للطبيب نحكي معاك كيما نحكي مع انت كهو جوست هاني هو ذاك يحدد تاخذ بيا ولا مشيت انا مشيت اي مشيت للطبيب فما نتيجه نعاود ناوي نرجع معناها كل مره نحس روحي متقلق عادي نمشي لبسي نتفقد روحي كيما سيقي توجعني نمشي للطبيب نقول له راهي سيقي وجعت صحيح ولا غلط كنت تستهلك مخدرات وبطلت ميسا كيفيه من البلاتو للمركز ليه كنت انا قلت مبطل صحيح 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 تستعرف صحيح صحيح ما نعرفش انا نتصور اي انسان تعدى بها المرحله هذه اي انسان تعدى بها المرحله هذه كانت المراهقه وتتحب تجرب ومتاتيش مش اي انسان هو موجود صحيح معناها انت مراهقه وتيش وحبيت نجرب وحبيت نعمل حاجه هذيك ومن بعد كان معناها في عمر المراهقه بيان سور بيان سور ومن بعد كي تكبر تفهم معناها الحاجه هذه تولي تفرق بين انت الحاجه الصحيحه والحاجه الغلطه الحاجه اللي تضرك زاده فهمت ما وصلتش لمرحله الادمان ليه ليه ندمت بعد ما ندمتش نندم على شيء على خاطر كلهم كانوا ديزيكسبيريونس معناها فهمت انا كان ما جربتيش وعرفتها خايبه راني ما فهمت كيفاش عرفتها خايبه خطر عطلت من خاطر عاده يوصلوا لحاله الادمان اي خطر ما وصلتش ما عطلتني على برشا حاجات ضرتني في صحتي ضرتني في تخميمي فهمت بخلتني على برشا حاجات دونك علاش انا نعمل في حاجه غلطه فهمت دونك وحدي بيني وبين روحي قلت ما قال لي حد زاد بطل فهمت وحدي بين في ليله ونهار بطلت قلت الحاجه هذيا راهي قاعده تضر فيا اكثر من اللي تنفع معناه انه تنصح اليوم الصغار الشباب بيان سور عمرها ما كانت المخدرات ننصحوهم بطبيعه باش يبعدوا على المخدرات اكيد اكيد مثال قدامكم عمرها ما كانت راهي تحل مشاكل وعمرها ما كانت تهربك على الواقع يمكن تربك شويه معناها ما ترجع لنفسها معناها لازمك تحل مشكلتك بوحدك معناها ولازمك تفهم روحك وتبعد على كل حاجه تضر معناها فهمت سويعه سبور راهي خير من بالطبيعه من الاستهلاك هذاك بيان سور كما انا منصيح ولا غلط خنبدلوا شويه الجو شو نسمعوا بعيد خليني بعيد خليني بعيد نسمع تفضل خليني بعيد بعيد على الموضوع العالم خليني وحدي في القلم بعيد على الحقد والظالم خليني بعيد بعيد وهكا ارتحلي انتي من غير ما تنصحني وحدي تنحارب العالم خليني بعيد بعيد على الموضوع العالم خليني وحدي في القلم بعيد على الحقد والظالم خليني بعيد بعيد وهكا ارتحلي انتي من غير ما تنصحني وحدي تنحارب العالم برشا بشيعة مقهور الحمد لله مستور وقتش نتنظم نتهنى وقتش توضح لي الامور ديما واقف باللي اشتعكس باللي الدنيا شدور ما حاجتي شكون باش يعاون وحدي نقصت السور الحمد لله حتى على نفس تعبي تيهون نعرف لي انتي تتلس تكميل عبا وفيون امانة سعيد باش نتجس انتي باللي شتكون تطلب حليلك في الخير في الاخر تطلع تخون لا في دالوكا قعدوا كان تصور وحكيت قعدوا كان في الماضي ذكريات معفس على قلبي نسيت لي نسيت ايه قصتنا وفيت خليني ببيت بعيد على الموضوع العالم خليني وحدي في القلم بعيد على الحقد والظالم خليني ببيت بعيد وهكا ارتحلي انتي من غير ما تنصحني وحدي تنحارب العالم خليني ببيت بعيد على الموضوع العالم خليني وحدي كلم بعيد على الحقد والظالم خليني بعيد بعيد وهكا ارتحلي انتي من غير ما تنصحني وحدي تنحارب العالم ليه مننسيش ظلم نعيش فيه وشي عامي توفيش ظلمة ليلي نعيشها كل خفيش اعطيت بالبرشا ما خرجت بليش ليه مننسيش برا بعيد وخليني لي فيا مكفيني تدور الدنيا وتشيني تيقولي شبينك وبيني كان الشيخة تكلميني نفهمي ساري وينيني لا عندي خوف ولا سميع ربي وحده لي يعطيني شو
يعطيك الصحة. دونك هذه نلقاو بيان سور على اليوتيوب كيما تيترويتك الكل. باش نمشيو توا لفقرة المواقف ضد أو مع. عندك الكارتون قدامك جاوبني بضد أو مع. مع بالضبط. ضد أو مع أنك تغني على المخدرات، الغناء على المخدرات. مع. مع. واش نقول لك عليه؟ على خاطر نحن راب راوتا راب خارج من كولتور تاع الشارع، فهمت؟ ما تنجمش انت ترى حاجه في الشارع وما تحكيش عليها، معناها فهمت؟ تولي تتفيك فيها الحكايه، تولي ماهيش ريال الحكايه. طونكو الحاجه هذيك موجوده وطونكو فما عبيد تستعمل وفئه كبيره معناها قاعده تستعمل في الحاجه هذيك، راك ما تنجمش ما تغنيش عليها، لازم خاطر هي موجوده في الشارع. انت باش تحكي عبارة أنت صوت العبيد الكل، معناها فهمت؟ أنت العينين متاع العبيد في الشارع، فهمت؟ دونك ما دامها موجودة نغني عليها. أرمستا في فكرة سامي الفهري قالك الزطلة باب متاع تحطيم، أنا كنت صغير وما نعرفش كان يغني على الزطلة وعلى المخدرات تو ما عادش. هذا رأيه ما توافقوش. ليه مش ما نوافقوش؟ أنا كيش نغني مثلا على 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 الشيخة ولا على المخدرات ولا على أي حاجة، غنى إكمي دانسي كنت فكرة. أنا مانيش قاعد نشجع في العبيد نقول لهم برا وأعملوا الحاجة هذيك، أما نقول لهم راي الحاجة هذيك موجودة. ما هماش يتأثروا بيك يتبعوا فيك. الحاجة هذيك موجودة وكل واحد ومخه معناها من بعد، فهمت؟ ذات أو معا تعمل فيت مع منال عمارة. أي منال أي معا 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 تنجح الفاز. تنجح. نتصورها تنجح. نتصورها. زميلك ألفا في تابيولوج مع رامي موكليني يقول لك ما نخدمش مع منال عمارة وما نفيتش معها. علي ما علي باش نتحطوا نحن في 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 جونغ متاع موزيكا متاع معناها الزوز، معناها كل يتشبه شويه الار ان بي، يتشبه شويه الكي بوب. كملوا بعضكم. صحيح فهمت. دونك وحد ما معناها ما ينجم يقول لمنال عمارة راهي، بالعكس معناها معناها يعجبك ستيل اللي تعمل فيه منال. بيان سور كيما جيب الماني اللي تصورها اقرب للراب يشبه لها ستيل هذاك ومواتيه. دونك واضح. مع او ضد انك تتخلى نهائيا على الكلام الزايد في الاغاني؟ ضد. ما تنجمش تطلع حاجه، ما تنجمش تعوض كلام، ما تنجمش تجمش كلمة تعوضها، فهمت؟ فما كلام ما يمسك وما يوجعك كان بديك. وغزل لي في البارتي هذه بالليخ نحكي لك حكاية، رانا شعب منافق على الاخر، فهمت؟ رانا بالرسمي أكثر ما نعرفش. أنا نعيش في الشارع، أنا حسب ما مرة معناها وحسب ما ندور في الشارع، ورا رانا أكثر شعب يستعمل كلام زايد في الشارع، راهو حتى واحد بينه وبين روحه يستعمل كلام زايد، فهمت؟ جوست هاك قلت في الشارع بينه وبين روحه، حتى احنا في اليوتيوب أنت شكون ضربك على عائلتك تحكي كيكا مع بوك وامك؟ لحظة برك عاد جاوب تحكي مع بوك وامك؟ ما نحكيش مع عائلتي نفس الشيء. أنت العمل هذا باش يطلع للعالم، سامحني الناس الكل، فئات الكل. شكون ضربك أنت على يدك؟ قال لك ادخل التيتر هذاك في اليوتيوب. وانا وين نعرف شنو فيه؟ شنو نكتشف؟ تكتشف. زابي ما يعجبكش الزابي. هاك تقول لجمهورك. يدي مش ما تحب نكذبوه، ما نكذبش انا معناها نحكي في الحقيقه، معناها فما كلام يوصل كان كيكه مش بالضروره. راهو ريت انا كي نحط ستيل ونكتب ولا كي نحط، راني انا ما نختارش تو لازمني نحط كلمه زايد، تو لازمني ليه؟ تسيبوا ستيل ويحكي كيما يحبه. معناها باش توصل لك انت الحكايه حقيقيه على الاخر. فهمت؟ وحكينا من الاول اللي بوك معاك في التورناجات وفي الكليبات، في تيترويت كلي، في تيترويت، في تيترويت كلي، وتقول في تيترويت نظاف. عندي تيتر برشا تيترويت نظاف كلي، وعندي تيترويت معناها معناها تقول واش فيه التيتر وبعد تجيبه. بيان سور بيان سور بيان سور. ها فلسطين وصلت غنيت وفيها كلام زايد؟ يدي فلسطين كان غنيتها، كان صورت لها كليب راني قطع في شعري وقتها، مش كلام زايد. خاطر توجع، كيفاه معناها خاطر توجع تحكي على القضية الفلسطينية وفما ميات القضية، ميات القضية، مال كلام زايد وتحكي على فلسطين؟ انا ضربت على القضية كيما انا نحكي معناها، فهمت؟ كيما انا نعرف نضربوا على القضية مش بالطريقة هذيك، بالكلام هذاك. المفيد اضرب على القضية، غيري ما ضربش على القضية وغيري ما تكلمش على القضية، لا بالكلام الباهي لا بالكلام الزايد، فهمت؟ وانا اخويا والكلام الزايد استعملته لليوم هما معناها للكيان اللي ما نحبش نسميه. غيرك من رابوريت تقصد؟ من رابوريت ولا حتى من اعلاميين ولا حتى من العبيد من الانفلونسوريت حتى من الناس الكل، معناها فهم برشا عبيد ميم با حكيت معناها انا هاني حكيت وبطريقتي معناها
انا اللي علي عملته هذيك. انا ديما اش تقعد القضايا الفلسطينيه معنا مش تاو برك ليه لا بكلام زيد حتى حتى اخويا بستوري هبط ستوري برك المفيد اضرب على القضايا به ذات مع انك تكتب لغيرك رابر اخر معاك نخلص اي بيان سور كي تخلص ما يظهرش اسمك بالطبيعه ما يجوست رايتر ما يظهرش اسم دونك المهم فلوس بزنس اي بزنس اي بزنس اي نكتب اي نخلص اي نكتب لغني عملتها ديجا وعملتها لشكون رابريت ما هوش معروفين اللي كتبت لهم ما تعرفوش لتا معنى كتيبتك ما وصلتهمش ما هوش في تونس معنى هي مش معروفين في تونس ولا مش في تونس كتيبتك ما وصلتهمش طيب سفور عليهم وما كيفية غنيو ضد أو مع أنك تغني من الكلمات أنت ما كتبتهمش العكس طب ضد ضد خاطر ما نجمش أنا نحكي لك حكاية ولا نقول لك قصة أنا ما عشتهاش ما نحسهاش لا تنجم قصة أنت عشتها ويكتبها لك شخص أنا نعرف نكتب نعرف نكتب على الأخر ما يكتب لي حاجة نوردو في كأس العالم غنى كلام ما كتبوش مثلا حق يخدم على روح شنو حقه معناه تحكي كان على روحك مش بصفة عامة نحكي كان على روحي بيان سور يا أخي ما كل واحد وأفكار ما يناش كل موقف هذاك تقول أنت الرابر ما يلزم يغني كان ليه ها عليه هو دريك في أمريكا ويكتبوا له معناه فهمت أما أنا ما جامية باش نغني تيتر أنا ما كتبتوش ضد أو مع أنك تصرف أكثر من 96 مليون كيما عمل جنجون في كليب وتقعد بعد من غير ولا مليم ضد برشا اسمعني ماهيش كبر فلوس وماهيش صحيح معناها برودوي بي لازم تتصرف عليه لازم تصرف عليه ولازم انفستيسمون كل شيء اما فما كليبيات في تونس مانيش باش تسمي الاسامي وفما دي برودوي خرجوا في تونس باقل سوم على الاخر وبكاليتي باهيه على الاخر وليشيل انترناسيونال معناها فهمت لازم فما تعرف تجينيري معناها انت المداخيل نتاعك فلوسك كذا فهمت باش تمشي تسايب قالوا لك 50 مليون 50 90 90 كي يستحقي معك مش فاضلين عليا نحب انا نعمل انفستيسمون اي ما الاخرانيين اكثر كليب صرفت عليه قداش؟ والله 6 مليون 6؟ 6 يسميها برشا ولا شوية بالنسبة ليك؟ تقييمك يعني ما نعرفش تعرف علاش ما نعرفش خاطر مازلت ما عشتش ديز اكسبيريونس مازلت ما عشتش ديز اكسبيريونس نتاع كليبيات هكايا كبار ماذا بيا نحب معناها نوصل لها الحاجات هذوك اما اكثر كليب صرفت عليه هو 6 مليون معناها برشا شويه ما عندي انا ديك تقعد تحكي ذات او معاها تحكي مشاكلك العائليه وتشتم اقاربك كيما كازو في بوزيان ذات العائلة أنا ديما نقول لهم العائلة قبل كل شيء ما يجيش اللي عامله كازو ليه 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 هو ما كان هو معناه حس بالظلم هذاك وحس اللي هو معناه يحب يخرج هذاك معاه على الاخر والتيتر هذاك بيه يعجبني على الاخر كازو دونك انت معاه في حالات ليه انا لي انا لي انا في بلاصته وهو لي انا نهز عمي القهوة نحكيه له الكلام هذاك فهمت العائلة ضد اللي عامله اي العائلة عندي انا قبل كل شيء معنا ضد او مع انك تعمل تيتر طوله ساعة كيما عمل بلينغوس وكلايبي بيتش انا مع مع يعني وكان فما تيتر نجمها بلينغوس وكلاي كان فما تيتر فيه ثلاثة سوايع يعني موجود نكمل ساعة بكل ثقة في النفس بيان سور مش سهلة ما هي سهلة جمل فوق 3000 سطر ولا 4000 سطر انت قاعد تكتب معنا ما هي سهل امانه نكتب نجم بيان سور نجم ضد او معاه تغني لجمعيتك تعمل اغنيه لفريقك المفضل بيان سور سيابي تستحقوني الوليد زاد كيف مع دونك في مسابي جمعيتك المفضله سيابي بيان سور وخممت مره تكتب حاجه والله يا خمم والله كان يبروبوزيو عليا يبور نمشي معاه علاش مش انت تتبادر ان شاء الله ما فيها بيس عادي تسمعوا تيتر كتبوا انا ما بس واضح كملنا من ضد او معاه يزين قل لي فما حفلات ان شاء الله ان شاء الله حفلات ديجا قاعدين نخدموا تو في الشوكي زويت كان ساهر ربي فما شويه مهرجانات مازلنا ما خديناش ليدات بيان سور مش تو
وان شاء الله معناها تلقاونا موجودين. معناها عندك وعود في المهرجانات. صحيح، كو سوسوا في الشوكيز زويت ولا في المهرجانات، حتى نهبط انا ابروبو معناها كل ما تجي تبدا فما فازا فما كليبات نهبط على انستغرام بيان سور ديما الكليبات تو. ان شاء الله اخر الجمعه يهبط كليب من بعده بجمعه كل 10 ايام كل جمعه يمكن هكاك نهبط كليب. حتى كان مش كليب فيزواليزر، حتى كان مش فيزواليزر كوفر. في تيت مسجلين. في تيت عندي في فيت مع تاتيجي تريز مسجل جوست ناقصه تصوير، وفيت مع فيت زير عندي مع برنس بول ان شاء الله على قريب زيد ان شاء الله لازم نطلع للجزائر. يزمك انت تمشي للجزائر باش هذوما قريبا 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 نشوفوهم. شكرا ليك، يعطيك الصحة انت نورتنا. ميرسي بوكو جوزي، شكرا ليك. باش نتعداو توا فقرة تبع الحكاية مع أنيسة العثماني، نشوفوا الحالة الاجتماعية اللي اقترحتها علينا لليلة. أهلا ومرحبا بكم، اليوم موجودين في برج صدرية في تبع الحكاية. بالحق اليوم حكاية صعيبة شوية، هابش نسمعوها، تابعوا معايا بالضبط. عسلامة مدام. عسلامة. عسلامة لباس. الحمد لله. والله اتصلت بيك وكل شيء على أساس معناها باش تجي تشوفي حالتي الاجتماعية. أنا ديجا عاملة ولدي رقد برشا معناها في السبيطار، ورقد رقدة كبيرة معناها بالكدا والحمد لله معناها كل شيء. أما طلع عنده مرض اسمه ميكوفسكيدوز معناها بالعربية التليف الكيسي، كي هو كي بنتي الوليدة دي عمره عام ونص، بنتي 3 سنين ونص. مشكلتهم يلزمني كل يوم معناها تنظيف كيمياء، نعمل لهم الكيني، يلزمهم دوايات، يلزمهم ياسر سونسيبل. يعني أنت ولدك مريض وبنتك مريضة؟ بنتي مريضة هي الزوز، معناها مرض مزمن هذايا فهمت. وحياتهم كاملة ديما هكاك، ديما ياخذ أنتوبيوتيك، دوايات، فيتامينات، يلزم ديما ديما. المشكله اللي انا علاش طلبتك خاطر داري ريتي كل هندي ولادي ما يلزمهمش هندي. هي دارك ولا كاريا ساعه؟ كاريا مش داري، كاريتها الدار هذيا وكل شيء. مشكلتها حتى كي ندهنها في السيف ولا نقدلها ولا حاجه، المشكله في ساعه ما ترجع في ساعه ما تندي لي هكا، تشجيت وشفتي على عيني مندي لك وجينا دار تقطر عليا من فوق تقطر، ولادي داري يشموا في ريحه هندي. انا ذاك ما يساعدنيش خاطر هو ياسر سونسيبل، تو انا ميسالش عادي، اما هما صغيرين وهك شفتي بيعيشوا بالفشفشات معناها مش حاجه معناها الحمد لله وكهو. الاولاد انا ريت في الكواليس اللي هما ياخذوا في برشا دواء، يستعملوا الكيني كل يوم. الكيني قداش كل يوم تعطيها؟ كل يوم لازم يبقوا يعملوا كيني. اي قداش مصروف هالكيني كل يوم؟ انا كي كنت في السبيطار معناها كل واحده 10,000، قعدت وقتها كان عندي كنا توكا ما عادش عندي لكنا ما حد شيء ما نعرفش الحسبه قداش. شويه ما عادش عندك ما عادش عندك لكنا شويه مدى خاطر انت خرجت من الخدمه. خرجت من الخدمه باش نجم تتلهي بالصغيرات، يلزمهم عنايه خاصه انهم زوز وصغار بما فيهم الوليد اللي في حضنك توا. باهي، وما ينجمش تحطوا في حتى بلاصه خاطر ديما يلزم محملته ولا هي بيه وكذا. هو كي البنيه ويلزمهم ديما كيني، حتى كي يستبردوا ولا حاجه يلزم انت ما تبقاش بحذاهم مقرب في ساعه ما يتعدوه. على الحكايه هذه خايبه على الاخر، ياسر ياسر سونسيبل. انا هك شفتي شبابك نخلي فيهم محلولين سيف كامل، من الدار لازم ديما مهويه. مع الامانه انه احنا كي دخلنا للدار ديجا ريحتها نديل كلها. هاك جيتي على غراده وشفتي معناها كيفاش دا سيح دار نظيفه وكل شيء، اما ريحه ندي ندي ذاك اللي مهبني انا ندي ما لقينالوش حتى حل، حتى تنظفي في الدار في الدهينه نعمل لها دهينه في السيف ترجع والله ترجع في السيف. انا مشكلتي مشني انا، راني مانيش انا نحب ولادي يعيشوا خير مني. انا يزي راه مش نعمل 40 سنه عشت ما شفت كل شيء شفته، اما ولادي كيما هكا صغيرين شنو مش يشوفوهم يعيشوا في السبيطارات هاي دويات على صغر سنهم عايشين بالدواء. هذه حاجه ربي، هذه مرض ربي، وهذا حسب ما فهمت منك مرض مزمن معناه باش يعيش معاهم باش يطول معاهم مدى الحياه على كلامك انت. هذا باهي. انت بقداش كاريه؟
انا تو كاريه ب 200 وما نقدرش عليها ال 200، ساعات نقعد بشهرين ثلاثه ساعات اكثر باش نوصل انا نخلص معناها مولات الداء. وزاد عندها الحق تقول لك نصبر عليك على البريده هذيك الكل وبعد خلصوني. معناها انت اليوم ما عادش منجمه توفر الكري؟ لا كري لا مصروفهم لا حتى شيء، معناها بوهم شنو مش يعمل، مسكين يخرج الصباح يروح في الليل باللي يصرف باللي يجيب ما توصلش، راي حاجه على حاجه، ساعات هما بجلهم على الكري على مصروف الدار على كريدي حوانت نتسلفوا الفلوس. وحنا انا شكون يعاون فيا في دارنا لهنا عمني والفم شكون خلينا معنا نحكي على فاميلتي دون عاونوك ودرشنية كي طلبنا منهم معنا مش يعاونونا نحكي على عبد لبس عليها معنا قالونا لي كيفاش انتم فقراء من الاخر قالك انت فقراء ما عندكمش باش ترجعوا باش نسلفوكم احنا باش نقدوا لكم تغيظك حاجات كيف هكا هكا قالوا لك ما بالله تما شكون يقول لك راكي فقيره انت فقيره ما عندكش على الاخر تحت الصفر والله تحت الصفر. حتى مشيت المرجزة الاجتماعيه اعطيتهم دوسي ميديكال كامل اعطيتهم في العيد الصغير يجوني بعد شهر وبعث لي كيف كل عاده التو محضر لي مرجزة. على شنو مشيت لها؟ على الكرني الابيض انا باش نعدي على اولادي خاطر انا ديجا عندي شهرين موقفه على اولادي باش ما نجمش نعدي عليهم فهمت. كملي مدام المرجدة علاش انتي صبيت الدوسية عندها؟ على شنو؟ مشيت صبيت الدوسي على اساس الكارني الابيض باش يحضر لي وقلت لهم رايحه على ارجاع على الاخر وعطيتهم دوسي ميديكال تو ما حضر لي ديجا عندي نهارين اللي مشيت لها قالت لي تو فما حاجه تو نكلموك تو ما حضر لي معناها من العيد الصغير تو ما حضر لي حتى شيء. النداء نتاعك لقلوب الرحيمه بيه. بالنسبه للعباد اللي تخاف ربي بالنسبة للعباد اللي تخاف ربي ما تخزرونيش ليا أنا بالحق رايني أنا ما نجمش نحكي ياسر رام ولادي أخزروا لهم هما بالله اللي يخاف ربي يعاوني في استوديو صغير لولادي قسما بالله راني تعبة بالحق أنا كيبوهم رانا تعبين ما عاش نوصلوا بيه. للأسف هذا شو معناه يعجز اللسان في مرة أخرى وفي حلقة أخرى وديما نعاودها الكلمة هذه يعجز اللسان بالحق. اليوم أم قاعدة تشوف لأولادها كانت تخدم عليهم كانت مضحية كانت تدخل في فلوس كانت تنجم تعاني المرض متاعهم وتقعد تخدم اليوم معناه وقفت للأسف الشديد على الخدمة. البو شهرية بسيطة يخلطش يخلص منها الكري ومهددين بالخروج من الدار خاطر المرأة تحب تزيد في سوم الكري. المعيشة غالية كلنا نعرفه اليوم. معناها مانيش قاعدة راهو نحكي هكا باش تتأسفوا برشا، لا نحكي هكا باش نفسر الحالة أكثر وأكثر، خاصة إنه صغير نعاود نقولها في حضنها ما نجمناش ناخذوا منها برشا كلام. لكن أنا اليوم معناها ديما نعمل نداء استغاثة وديما الحالات راهم مستعجلين خاصة كي يكون فما صغار معناها القلوب الرحيمة تتحرك فيها العواشر معناها تتحرك القلب يحس يحن يسخف المؤمن معناها المؤمن بالله ديما عندك زكاة ولا صدقة ولا هذه الحالات ديما أبجل من أي عبد آخر. للتفاعل مع الحالة اتصلوا بنا على الرقم 29 551 342. شكرا أنيسة العثماني، كانت هذه الحالة الاجتماعية اللي كنتوا تفرجوا فيها. اللي يحب يعاون يلقى الرقم موجود ونعرفوا تواعيد ومش غريب علينا التوانسة نعاونوا بعضنا وإن شاء الله ما تقعد حتى عائلة في تونس محتاجة ولا مش فرحانة بالعيد هذايا. فميسالش كل واحد فينا ينجم يتفكر غيره ينجم يعاون جاره المحتاج ولا قريبه المحتاج ولا أي شخص نعرفوه ونعرفوه محتاج نعاونوه. بالمناسبة هذه شكرا لكم اللي تابعتونا لليلة، مرة أخرى نقولكم عيدكم مبروك العام وانتم بألف خير. شكرا فرقة وليد جليدي والضيوفنا اللي حاضروا معنا في السهرة هذه، دونك إن شاء الله نتقابلوا الجمعة الجاية. نقولكم على خير، نسكن.